الرسمي روما ستايل. مرحبا بكم والف مرحبا. عروض متنوعه وتخفيضات جد مناسبه هنا روما ستايل مدينه اسفي. عبد الحق التريعي تاجر بمدينه اسفي ومقيم بالديار الايطاليه. اليوم جينا كنفتتحوا في مدينه اسفي الفرع التالي ديالنا ديال اللي هو ربما غيتعتبر ان شاء الله هو الانطلاقه الفعليه ديال محلات روما ستايل اللي غادي ان شاء الله نحاولوا اننا نطوروهم ويكون عندنا في مدن اخرى من غير مدينه اسفي ان شاء الله نشتغلوا عليهم على المستوى الوطني. وكنتمناو الخير ان شاء الله بمدينه اسفي. وكان بالنسبه للمنتوج ديالنا اللي كنشتغلوا عليه حنا كنقدموا ديزارتيكل ديال لي فام وكل ما هو مرتبط ان شاء الله بلي فام اللي غيكون في المستقبل ان شاء الله. وعندنا ملابس ديال الاطفال وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش انها تكون هذه انطلاقه اولى انطلاقه الفعليه بمدينه اسفي اللي مدينه اللي كنفتخروا بها كابناء مدينه اسفي. حنا عشنا على برا وجبنا مشروع اللي ربما عنده علاقه بالدومين ديالنا اللي هو التجاره. وكنتمنوا اننا نتوفقوا علاش الله تكون عندنا ان شاء الله تكون حتى على المستوى الوطني في مدن اخرى ان شاء الله. تكبر المشروع ديال ربما في الاول دائما الانسان كيحاول انه كيدرس المارشي وكيعرف شنو اللي خاص. مدينه اسفي اليوم حنا كنعتبروا ان مدينه اللي فيرج، مدينه اللي ممكن انك تستثمر فيها وما تندمش. هذه ربما انا كنبغي نوجهها للناس اللي ربما كي دائما عندهم واحد السمعه، واحد ربما ماشي سمعه ولكن ربما عندهم واحد الفكره مسبقه على مدينه اسفي. مدينه اسفي اليوم مدينه رائعه ومدينه رائعه بناسها وبالطبيعه ديالها وبالهذا، لان اللي خص مدينه اسفي وخص ان من الاولاد المدينه ديال اسفي تيقوا في مدينه اسفي ويتيقوا في مدينه اسفي ويسوقوا لها بواحد الصوره جميله، لان مدينه اسفي اليوم محتاجه لاولاد اسفي. لاننا ما كانوش ولاد اسفي ما كنظنش ان مدينه اسفي غادي تمشي افونس. وكنتمنى ان حتى الناس اللي مسؤولين يدعموا الابناء ديال مدينه اسفي بدرجه، لان اولاد اسفي اليوم كنشوفهم انهم كيستثمروا خارج مدينه اسفي ولكن وقليل اللي كنشوفوا انه كيجي وكيفكر انه يستثمر في مدينه اسفي. الناس اللي كان وكنتمنى اننا اليوم الا كنا حنا اليوم تشجعنا ويسرنا الامور كنتمنى ان ناس اخرين يمشيو في هذا الاتجاه. كنتمنى ان تكون هذه هي الانطلاقه الاولى في مدينه اسفي، تكون هي الانطلاقه الفعليه ديال المحلات ديالنا، لان المشاريع اللي كاين عندنا مستقبليه هو انها تكون عندنا على المستوى الوطني، يكون عندنا دي فروع اخرين اللي ان شاء الله نفتخروا انها تبدات فكره جات من مدينه اسفي ان شاء الله تستمر في مدن اخرى ان شاء الله. احنا كاليوم كنبغيو نقول ان مرحبا بالناس ديال اسفي، مرحبا بالزبائن ديال اسفي ومرحبا بالناس خارج مدينه اسفي، لاننا اليوم احنا بغينا نسوقوا لمدينه اسفي انها مدينه رائعه ومدينه سياحيه ومدينه اللي تستحق اننا اليوم نزوروها، لان فيها ميتشاف وعندنا ما فين نمشيو اليوم في مدينه اسفي. مدينه اسفي اليوم ماشي مدينه اسفي ديال البارح. كنتمناو التوفيق ان شاء الله. شكرا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.